رجعت لكم بحكايه تفتح النفس. صحيح، بنت جدعه جدعانه من الصعيد الجواني، شابه شاطره اسمها ساره عبد الجواد، عملت شغل رائع وصدرت بره مصر، وبدات تعلم بنات تانيه كمان ازاي يعملوا الشغل الجميل ده، لدرجه انه في مؤسسه تانيه في الامارات بدات تتعاون معاها على انهم يعملوا شغل مشترك. تعالوا نشوف ساره ونرجع نتكلم على الشطاره. من فترة دعيت على لقاء هام جدا، في شخصيات محدودة رفيعة المستوى في كل المجالات، ممثلات، رائدة أعمال، سياسيات. دخلت كده المكان اللي يعني كان متأمن تماما، وألاقي قدام مني شابة صغيرة أعرفها من فترة. طبعا أنا ما استرش كالمعتاد، سبت الكلام والناس المهمة دي كلها، قلت لها بنتي يا سارة، إيه اللي جابك هنا؟ النهاردة بنقابل سارة بنتنا اللي قابلتها في لقاء ما كنتش متخيله ان انا اشوفها فيه ابدا. ازيك يا ساره؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. يعني انا شفتك شابه كده صغنونه في دوره تدريبيه من 3-4 سنين. مظبوط. ايه اللي وداكي هناك؟ احكي لي كده من طاطا لسلام عليكم. اللي حصل اني انا كنت بشتغل مع شركه نصها مصري ونصها اماراتي. فانا كنت مديره المكتب هنا في القاهره، فانا اللي كنت ببعت الايميلات للمؤسسات اللي هي في الامارات. لا استنى، انت بتقولي كلام كبير، مديره مكتب القاهره وحاجات كده. انا شفتك من كام سنه كنت جايه تتدربي كده على يعني بعض التدريبات الخاصه ببناء الشخصيه وازاي اتكلم، وكنت يعني خجوله خالص ولسه متخرجه من الجامعه. دلوقتي عندنا يعني شركة صغيرة وبنعمل حاجات كتيرة، ايه اللي حصل؟ هي الفكرة جت ان انا واختي نطور المنتج التراثي في محافظة سوهاج، منه تمكين السيدات ان هم يقدروا يطوروا المنتج ده من المنزل ويتصدر للخارج. نزلنا فعلا للقرى وللمراكز اللي هي متخصصة في النسيج اليدوي. حلو جدا. خدنا مجموعة من البنات كانوا 20، وصلنا لحد 40 سيدة بيهتموا ازاي وبيطلعوا فعلا منتج. بس المنتج تقليدي يعني، او الجودة بتاعته او الكواليتي مش قد كده. طيب عملتوا شركة مش كده؟ اوكي. وانت كل شوية تقولي بس جودة للتصدير، بتصدروا الشركة دي؟ بس باي اوردرز يعني مش ديل. يعني مش ديل ان انت بتروحي مثلا، لان بتبقى فيه مع كل دولة بيبقى ليها قواعد وقوانين معينة للكواليتي وفي شروط يعني. فبيبقى باي اوردرز يعني، احنا بعتنا في كذا دولة، في امريكا وفي الامارات وفي الاردن وفي يعني في كذا دولة بعتنا فيها، والمانيا كمان. طيب انت كنت في اللقاء رفيع المستوى ده بتعملي ايه بقى؟ انا كنت مدعوة من مؤسسة نماء. المؤسسة دي اصلا بتهتم بالتراث الاماراتي. ان هم برضو بيدربوا السيدات في الامارات وبيطوروا المنتج بتاعهم وبيعملوا منه ازياء وفاشون والناس كلها تقدر تلبسه. فانا تم يعني دعوتي لحضور المؤتمر ده علشان تعرضوا الحاجات الحلوه اللي انتوا عاملينها واللي انت جايبها لي. على فكره انا عيله قوي، بحب قوي الهدايا، ده شغل رائع. وبعدين مصري مصري، انت ضحكتي عليا على فكره. ليه؟ قلتي لي ان انتوا بتشتغلوا على تراث بلدكم. أيوة. بس ده تراث مصر كلها، ده مش تراث بلد. ولا وسعتوا التراث؟ ما هو بقى التراث الاصلي في الشال. اوكي. اللي هو منسوج القطن المصري ومنسوج على النول. وده شغل كله رسم. ده كله رسم بالفرشه. وحكايات نهاد برضه. الله، مبسوطه قوي على فكره. انا اعيل من العيال في موضوع الهدايا ده. ده رائع. ده انتوا اللي بترسموه وانتوا اللي بتكتبوه؟ انا واختي بس اللي بنرسم. لكن السيدات بينتجوا المنتج. الستات اللي انتوا بتدربوه بينتجوا القماش بقى اللي منسوج على النول ده. حضرتي مؤتمر شباب العالم. مظبوط. بصفه ايه بقى؟ الاعمال التراثيه الحلوه دي ورياده الاعمال، ولا بصفه اخرى يعني؟ صفه يعني اني من الشباب المكافحين. ايوه. وده حقيقي يعني، مكافحين من يعني من بدري قوي، اقتصاديه جدعه قوي قوي. صحيح انا ما سطرتش لما شفتك قدام الناس، بس يعني علشان اعرف ان انت اقتصاديه جدعه. بس وكمان الحاجات اللي بشارك فيها يعني. هم كانوا يعني اولويات الاختيار بتبقى للشاب او للشاب اللي هو بيبقى عنده
أعمال. سارة أنا اتبسطت جدا لما شفتك في الاجتماع اللي كنا مدعيين فيه، وكنت فخورة جدا يعني لما بشوف بنت شابة صغيرة ومكافحة كده وقدرت تحط رجليها بقوة وتدعى باعتبارها اسم في ريادة الأعمال. دي حاجة أنا كنت سعيدة جدا بيها، وسعيدة أكتر إن أنت جيتي النهاردة وتقابلي. ربنا يخليك، ونتقابل دايما على خير. ومرسي على الهدية. على إيه؟ يعني سعيدة جدا بيها. ربنا يخليك، عيلة قوي في الحياة. نتقابل دايما على خير إن شاء الله. شرف لي حضرتك اللقاء، ويعني علامة بيضة في مستقبلك. ربنا يخليك يا سارة. أنت شاطرة، كتكوت الفصيح من البيضة بيصيح بالمناسبة. أجمل حاجة في سارة إنها سعودية جدع. جت القاهرة هي واختها، حضروا دورة تدريبية أو مهاراتهم، وبعدين ما سابوش سوهاج بقى وجوم استقروا، لأ رجعوا سوهاج وقعدوا يدربوا بنات تانية وبقوا مشغلين علشان ينموا مجتمع. تجربة الحقيقة أدهشتني. بعد التجربة الحلوة دي نرجع للموضوع الأهم بقى.